شو اللي بدك يا مني؟ أخوك سنان ورجع على البيت. علي قول شو بو ابنك؟ هو منيح؟ كتير سألتك وما جاوبتني وقلقت على وضعه. مانو منيح سيفدا، وضعه سيء ومحتاج نقل نخاع عظم. شو؟ كيف؟ أنا كتير زعلت. سيفدا، انت مرة متزوجة، ليش ما بتهتمي بزوجك؟ تركيني بحالي رجاء. من هلا ورايح كل مكان رح تشوفه عينك رح يكون دم يا هورورو. حبيبي خلاص حاجة تبوسني. علي شوفي، أعطيني موبايلك. يعقوب، بتلاقي لي مكان تشكافة بأسرع وقت. ماشي علي، بس أنت أعطيني شوية وقت ولما لاقيك خبرك. عم بستناك.